يا شبابنا العزيز، كل واحد فيكم باسمه، انتوا اهم حاجة لينا عشان نعيش دايما ببسمة. انتوا الفكر الاكيد اللي نريد له الانطلاق، حلم علمي ده هدفنا اكيد، مهما يوصل اختلافنا لانكم شريان الحياة. بيكوا انتم انتصرنا والامان في كل احوالنا، وجايز برضو يكون دمرنا لانكم عصب الحياة. قوة عمل انتو، قوة فكر برضو انتو، قوة دفاع في الحياة شاملة كاملة بيكو انتو. هي دي الحقيقة بدون خداع، انذكور دوركو انتم. وكلامي لشبابنا انذكور مهما يحمل من امور، ما تيأسوش من اي حاجة عشان نكونوا في وعي كامل، واعرفوا من خبرة برضه الوصول لابد منه في الاجتهاد مهما كان. يبقى تسعوا باجتهادكم عشان حياتكم تبقى تمام، والبداية لو شعرة واحدة امسكوا فيها تمام، واسمعوا مني الكلام، المهم اجتهادكم في الإفادة اللي تبقى ليكوا انتم اعظم شهادة. انتوا الشباب امداد حقيقي للكبير والصغير في الحياة، اذا وقف خلص الكلام. يعني ضحتم ضعنا احنا اهاليكم كمان، وولادكم برضو في ضياع. من فضلكم ركزوا معايا وافهموا مني الكلام، الهلس طايح بسرعة عالية، الهلس طايح بسرعة عالية، وضع بسببه اهم الكلام. والنت هو حاجة عظيمة، وصل رسالتي للشباب، اهم حاجة في الدنيا عندي عايزكوا تعلوا في المقام، ورب يعلم ويحاسبني لو انا بكذب في الكلام. بس خلي بالكم منه، النت واضراره في اي حال، يا شباب يا غالي عندي، الهلس طاغي اكتر عليه، افهموا مني الكلام. وعايز منكم اكبر تحدي، انشروا الصحيح عليه بسرعة عالية منكم وقوة، ما تخلوا لحظة للهلس تاني ليكم تعدي. انتوا الامل يا شبابنا الهمام، ما تضيعوش وما تضيعوش وقت تاني في اي هلس، وخلي الذكاء ليكم باب، والصح ليكم الاهتمام بكل شيء يفيدكم وانتم في الحياة. علم في عمل هذا امل لانتصاركم في الحياة، وبرضو لينا انتصار عشان يعيش الكبير لحظة حلوة قبل الممات. وبيكو يطلع جيل صغير عارف طريقه في الشباب، يكون محافظ برضو عليكم وانتو كبار يا شباب. كلام كتير عايز اقوله ليكو انتم يا شباب، بس اختصرته عشان عارفكم. عايزين نهاية الكلام، حافظوا علينا كبير صغير، يحفظكم ربي يا شباب.